ومعنا على الهواء عبر سكايب مباشرة الأستاذ محمد عادل سليمان، المحامي والناشط الحقوقي حول الحوار الوطني. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ أحمد، عليك وعلى أستاذ أحمد عطوان وعلى كل مشاهدينا الكرام، مساء الفل. أستاذ محمد، إيه انطباعاتك الأولية من الجلسة الأولى للحوار الوطني؟ يعني في تقديري يعني توقفت كثيرا أمام مداخلة السفير عمرو موسى اللي عرف نفسه باعتباره رئيس لجنة الـ50 ومواطن مصري، وده تعريف يمكن بنقف عنده كتير، يعني انه لسه في حد بيعرف نفسه كمواطن وبيطرح مجموعه من التساؤلات اللي مش جديده، اللي طرحت على الشاشه دي وعلى غيرها من الشاشات وعلى صفحات الجرايد وعلى صفحات السوشيال ميديا، حوالين الاولويات في الصرف، حوالين ثانيه يا استاذ احمد معلش عشان في مشكله صباعك صغيره، رجع في عيني. حالا هشيله، خلاص خلاص انا اسف، طيب انا اسف. طرح أسئلة كتيرة مش جديدة خالص إطلاقا، بتطرح من بدري على السوشيال ميديا، على القنوات الفضائية، على صفحات الجرايد، لكن كل اللي كان بيطرحها وهو جوه مصر كان بيتحبس بشكل واضح. فالنهاردة كنت مستني البوكس يدخل بظهره ياخد عمرو موسى وهو بيتكلم عن الأولويات وعن أولويات وعن الحريات رحلة إلى وعن سجن بدر تحت عنوان رحلة إلى وحسب سجن بدر واحد. يلا كلكم يا بالظبط، جماعة يعني اتفضلوا، الأتوبيسات مستناكم بره، اتفضل اتفضل. بالظبط. فلو بعد ده ما خلص النهارده وعمرو موسى غالبا نايم في بيته، فلا في حاجه النهارده مختلفه. مداخله حسام بدراوي اللي كان جيلي بينظر له باعتباره، يعني كنا بنقول كلام ما يصحش يتقال على الشاشات، لكن يعني الاصلاح من داخل الحزب الوطني امر مستحيل وامر مش واقعي، وانه زيه زي مجموعه السياسات بتاعت الحزب الوطني، وانه النهارده بيتكلم تقريبا بيقول بعبارات واضحه وصريحه انه الجيش لازم يرجع سكناته، بيتكلم عن الاقتصاد، بيتكلم عن السياسه، بيتكلم عن كذا. اعتقد انه المشاهد الاولى لليوم اللي كنت متوقعه يوم كرنفالي، كنت متوقعه يوم كرنفالي تماما، قاعه فيها حشد كبير جدا، فنانين، مرتضى منصور، محمود الخطيب، مشهد كرنفالي بامتياز. ولكن المداخلات كمان استاذ طلعت من حزب المحافظين قال كلام متوازن جدا، حتى فريد زهران في مداخلته من حزب الديمقراطي الاجتماعي اللي قال فيها تقريبا برضو، انا بحاول اقول ما قيل على لساني، يعني احنا مش عارفين احنا جايين ليه، بس جينا عشان تقولوا ان احنا ما جيناش وانتوا عارفين ايه المشاكل وحلوها، اللي هو برضه بشكل او باخر بيرمي الكوره في ملعب صانع الازمه. من اول بيان طلع من الحركه المدنيه المصريه لغايه النهارده، اعتقد ان هم نجحوا في انهم ما يحملوش انفسهم اسباب ما وصل لي الوضع السياسي، ولا يحطوا انفسهم في اطار الخبراء اللي جايين يضعوا حلول للازمات الاقتصاديه الموجوده، لكن جايين بيقولوا دي مشكلتكم واحنا ممكن نساعد معاكم، قولوا لنا ازاي، انتوا اللي عندكم المعلومه، انتوا السبب في اللي احنا وصلنا له، حبس الاحتياطي انتوا اللي بتحبسوا الناس، التعديلات اللي على القوانين انتوا اللي حاططيها. النهارده عمرو موسى اتكلم بشكل واضح عن الدستور وعن ضروره تعديل الدستور من غير ما يقولها، قال لك لازم يكون في مدتين. طب ما احنا اهو يعني اللي بيحصل الوقت ده مش مظبوط، حتى الموانع اللي اتكلم عنها ضياء رشوان قبل اطلاق الحوار مباشره، في تقديري الحديث عن 3 موانع، الازمات الاقليميه، الدستور، مسائل الامن القومي، معناه الحديث عن هذه الموانع الـ3، هو اول من تحدث عنها، هو اول من طرحها، اشتبك معاها الان عمرو موسى، واتمنى ان النهارده ده يكون بدايه لشيء ما يستمر. يعني أنا لا مع تهويل ما حدث ولا مع تهوين ما حدث، ما حدث هو أمر بناء عليه إحنا بنتكلم دلوقتي، وغيرنا على القنوات الفضائية بيتكلموا، والزملاء والرفقاء بيتراشقوا على صفحات السوشيال ميديا. نعم بس محمد، يعني كان برضو عايز يعني أعرف رأيك في يعني ظاهرتين النهاردة. هي الظاهرة الأولى
أن رأس السلطة الماني بالحوار والداعي للحوار كان يعني هو الطرف الرئيس في هذه المفروض الحوار، الحوار مع من؟ الشعب يتحاور مع السلطة. حين تغيب السلطة وحين يكتفي بكلمة متلفزة وكلمة مسجلة وهو عبوس الوجه مشبك الأصابع، يعني كيف قرأت هذه اللقطة؟ واللقطة الأخرى هي الإطراء الغير مبرر من الأستاذ زياء رشوان، وأيضا الأستاذ زياء رشوان حين يضع خطوط حمراء ويضع أكثر من خط، يعني سابقا قال لا للدستور، لا للتعرض للسلطة التشريعية، لا لحقوق الإنسان، ثم الآن واليوم اعتبر زياء رشوان أن الحوار كله عبارة عن بوابة فقط للسيد الرئيس. طيب يعني انا بحب الناس يا استاذ احمد، ابتدي من ورا لقدام، بحب الناس اللي بتحط الخطوط الحمراء جدا، يعني بحب الخطوط الحمراء لان وضع الخطوط تعني بالنسبه لي افصاح الطرف اللي قدامي عن نقاط يخشى الدخول اليها، وانا احب ادخل مع واحد بيقول لي انا خايف من الثلاثه دول فاروح انا عليهم. فانا بشكر ضياء رشوان ان هو حط محددات ثلاثه، وبشكر واسمن كلمه عمرو موسى النهارده انه تقريبا اشتبك مع المحددات الثلاثه. وايضا حسام بدراوي، محمد حسام بدراوي اتكلم عن الدستور، وعمرو موسى اتكلم عن الدستور زي ما انت قلت في تشابك مباشر مع الدستور. مظبوط. فانا بشكر الدكتور ضياء وهو كل اصدقائه والقريبين منه بيحبوا يقولوا له يا ضياء وهو بيحب يتقال له يا ضياء، فانا بشكر الدكتور ضياء لانه حط محددات خلى الناس تشتبك معاها. ده اولا. او ثانيا اللي حضرتك طرحتها بالنسبه للكلمه المتلفزه وهل الحوار ده مع السلطه ام لا، منذ البدايه ومنذ طرح هذه الدعوه منذ اكثر من 13 او 14 شهر مضوا، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال هدعو الناس تتحاور مع بعض وتديني الاستخلاصات. قال انا بدعوكم تتحاوروا مع بعض. والحقيقه يا استاذ احمد احنا كنا نحتاج هذا الاذن عشان نقعد نتكلم مع بعض، لان اي اثنين او ثلاثه او خمسه كانوا هيقعدوا مع بعض اول امبارح كانوا هيتقبض عليهم. صحيح. وبفضل هذه الدعوه خلال ال 14 شهر اللي فاتوا شفنا عدد لا باس به من الاجتماعات المؤثمه والمجرمه قانونا طبقا للثلاث سنوات اللي فاتوا. صحيح. فهو الراجل دعانا نتكلم مع بعض وسابنا نتكلم، فاحنا دورنا ان احنا نتكلم عن سياساته، عن قراراته، عن قوانينه اللي اصدرها، وما نهتمش كتير بشخصه هو مشبك ايديه ولا فارد ايديه. انا عايز ابص على الدستور، على التعديلات الدستوريه، عايز ابص على الملفات الاقتصاديه، عايز ابص يعني اول دقيقتين في كلمه عمرو موسى وان لم تكن كلها، وبالطبع كلمه حسام بدراوي وطلعت عبقاوي كلمات ثلاثه يجب الاشتباك مع كل نقطه فيها بعنايه. بغض النظر عن شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، بغض النظر عن شخص الموظف اللي قام بدور مطلوب وظيفي منه تماما زي ما رؤسائه طلبوه وهو ضياء رشوان، واعتقد ان الحركه المدنيه على الرغم من كل ما يوجه لها من اصابع الاتهام الا انها قدرت توصل في النهايه للمشهد اللي شفناه النهارده اللي هو بالنسبه لي جيد مرضي، وبالنسبه لي بيقول واحد في مشهد، اثنين في مشهد، ثلاثة في مشهد، في حاجة مخليانا الوقت أنا وحضرتك نتكلم معاها عنها. التهوين منها مش كويس، وتهويلها واعتبارها بداية فتح عظيم من أجل التغيير والديمقراطية وكذا في مصر مش كويس. هو مشهد يجب النظر ليه كما هو في حدود قدرته وفي حدود قوته، ونحاول نعظم هذه القدرة على إحداث تغيير ولو من وضعيه الوفاه الكامله لعوده النبض مره اخرى، خروج طيب بعض المعتقلين، فتح بعض المساحات، مش اكثر من كده. استاذ محمد، زي ما انت شايف الحوار الوطني يبدو انه سينتهي كما قال ضياء رشوان انه، او الاستاذ ضياء رشوان انه في النهايه هيبقى في مشروعات قوانين، هيبقى في مستخلصات هتذهب لرئيس الجمهوريه، وبعد ذلك الرئيس هياخد المستخلصات دي يحطها في المكتبة أو يوجهها لإدارات مختلفة في الأجهزة السيادية أو في الأجهزة الأمنية أو في المؤسسات العدلية أو في الحكومة بمكاتبها ومؤسساتها ووزاراتها المختلفة. لو أنت في الحوار الوطني، وأنا عارف أنك ما ادعيتش،
لو انت في الحوار الوطني تفتكر ايه اهم 3 قوانين او مشروعات قوانين يجب ان تخرج من هذا الحوار عشان انت تحس انك انت لو قابلت اصحابك واهلك وبتاع تقول لهم انا شاركت في الحوار الوطني وقدمنا ايه بقى؟ طيب يعني لو انا في الحوار الوطني اصلا يعني وده سؤال افتراضي مش هشتغل خالص على مشاريع قوانين بالمناسبه يعني. مشاريع القوانين كثيره موجوده، كل القوانين اللي طلعت عليها اوراق كتبت من محامين ومن قضاة حاليين وقضاة سابقين، واشتبك معاها عدد من القانونيين والسياسيين والاقتصاديين، سواء كانت قوانين متعلقه بالاقتصاد او قوانين متعلقه بالمناقصات والمزايدات وطرق تعاقد الجيش واحنا ما بنستناش دراسات جدوى يا ابني، كل الكلام ده وصولا لملفات الحبس الاحتياطي والوضع على قوائم الارهاب وخلافه من الامور، كل ده على اشتباك. ما اتمناه ان يخرج هذا الحوار ببقاء هذه طاقه النور زي ما بنقول يعني، او وعدم تحولها لطاقه نار، يعني انه تفضل هذه المساحه، انه النهارده اشوف تاني الناس بتتكلم عن السياسه، تاني الناس بتتكلم عن مشاريع قوانين، تاني الناس بتتكلم عن ضرورة اتخاذ إجراءات لها علاقة بأولويات اقتصادية. ما بقدرش أفصل الكلام اللي اتقال النهاردة عن المداخلة بتاع سميح ساويرس من يومين اللي بتعتبر في صلب الحوار، ولولا الأجواء دي ما افتكرش كانت هتتقال بشكل أو بآخر. احنا عندنا فيل في الأوضة يا أستاذ أحمد، مش محتاج مشاريع قوانين، محتاجين إدارة ديمقراطية تشاركية، محتاجين برلمان مش هقول لك ينفذ أراضي الشعب، يطلع قوانين تتسق مع ما يجب أن يكون من شكل القانون. القانون في مصر بقى قرار إداري، فالنهاردة الحديث عن مشاريع قوانين لا، أنت عايز البرلمان يكون برلمان. إحنا كنا بنشتم برلمان مبارك ونقول فتحي سرور بيفصل قوانين، حتى الصنعة بتاعة تفصيل القوانين إن يكون فيها شكل القانون لم يعد موجود. صحيح. النهارده اعاده التوازن للحياه السياسيه لمصر ان يكون في طريقه بتطلع لي برلمان بجد، ان يكون في طريقه تخلي القضاء بعيد عن ايد السلطه التنفيذيه، وما تخليش القضاء بيشعر انه شريك للسلطه التنفيذيه، وما يبقاش قاضي المنصه هو ضابط سابق او ضابط امن دوله سابق فبيكلمني ويقول لي الداخليه ما بتعملش كده. احنا القاضي بيتكلم عن الاوراق اللي قدامه اللي فيها ضابط داخليه مهتم بحاجه، بيقول احنا ما بنعملش كده، احنا وزاره الداخليه، وهو متوشح. انا عايز ده، عايز اعاده الاعتبار للدوله كدوله ولنظام الحكم كنظام حكم. بعدين بقى كلمنا عن قانون، عن مشروع قانون، دي كلها سهله لانه مصر كدوله فيها اليات. انا مثلا صغير، الرئيس عبد الناصر رحمه الله عليه لما لقى مجلس الدولة بيصدر أحكام بتقيد مجلس قيادة الثورة، راح عامل المحكمة الإدارية العليا وعين أعضاء فيها وخلاها تلغي قرارات محكمة مجلس الدولة. بعدها بكام سنة مجلس الدولة قدر يعيد تصحيح المسار، والمحكمة الإدارية العليا دي بقت أهم محكمة في مصر. طيب بتراقب على لكن أستاذ محمد، عايز أنقل لك بعض المخاوف اللي أبداها البعض حول هذا الحوار الوطني أو المكلمة التي دعا عليها النظام. حقيقة أنت تعلم على مدار 10 سنوات تقريبا هذا النظام حاصره الفشل في معظم ملفات، أيا كان ملف اقتصادي أو سياسي. فالبعض يرى أن قد يكون هذا الحوار الوطني بمثابة قبلة حياة لهذا النظام. بتضحك. تمد أيضا في عمر المديد، رغم أن كان هناك حقيقة يعني مطالب سياسية ومطالب قوية، وبعد المبادرات اكيد انت قريتها من احزاب سياسيه شخصيات وطنيه بان يجب 2024 يجب راس النظام يتوقف حتى هنا، ثم يترك الباب لديمقراطيه واختيار شخصيه مدنيه الفتره المقبله. خلاص نرفع كلنا ايدينا لفوق ونقول له لو سمحت اترك الحاجات في 2024 عشان نيجي فيمشي مثلا. الامور مش بهذه يعني، احنا نرفع مطالب تمام، نحشد ورا هذه المطالب اوكي، لكن لازم في لحظه ما تتحول هذه المطالب الى قوه. ده مش موجود دلوقتي. اللي موجود دلوقتي اعتقد انه المشهد بتاع النهارده اكتر حد كان مستاء وهو بيتفرج عليه هم المسؤولين عن النظام في مصر
خلال ال6 7 سنين اللي فاتت. صحيح. اعتقد ان هم اكتر ناس كانوا متضررين من كلمات عمرو موسى. عمرو موسى ده من 3 اسابيع كان واقف في الزمالك بيعترض عشان بيبنوا له جراج مش عارف يطلع صوت. صحيح. النهارده واقف بيقول له الاولويات والحبس الاحتياطي. صحيح. النهارده يا استاذ احمد انا ينفع اقول الكلام بتاع قبلة الحياه وبوسط العمر والكلام ده كله، وينفع اشوف المشهد كما هو؟ هذا النظام ادان مصر بمليارات الدولارات ومعايا شرعيه ناس بتديله فلوس وعارفه انها تاخد الفلوس ومؤسسات دوليه وعالم بيدعمه، مش محمد مش محمد عادل واحمد عطوان اللي هيدوله قبله الحياه اطلاقا، لكن محمد عادل واحمد عطوان يقدروا يقولوا له الوقت يتوقف عن ذلك. واذا كان ده يعني النهارده في حاجه رمزيه جميله حصلت انه الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على شاشه على المسرح في كلمه متلفزه، بعدها نفس المسرح ونفس المجال ونفس الجمهور ونفس الكاميرا اللي بتنقل تذيع كلمات لناس بتنتقد سياسات هذا الرجل، ده مشهد اول مره يحصل من 2013. صحيح صحيح. انا شايفه. صحيح. حضرتك هتشوف قبل الحياه براحتك. مش بكلم انت احمد عطوان، يعني بكلم الناس اللي شايفه ده. لكن النهارده في مشهد اساسي ورئيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في كلمه متلفزه طلع ورا منه، مش عايز اقعد اعد بس يعني عمرو موسى، حسام بدراوي، طلعت عبقاوي، فريد زهران وغيرهم وغيرهم قالوا كلمات ما افتكرش ان هو عايز يسمعهم. انا متاكد انه يعني متخيل انه قاعد فيسحب ميكروفون ويقول له بس ثواني بس والمغرب يبدا. فاللي حصل النهارده يا استاذ احمد اللي عايز يشوفه قبله الحياه انا مبسوط انه شايفه كده، لان ده بيبرهن على حاجه ثانيه، انه شايف قبلة، شايف حاجة في حد شايفها مكلمة. انا مبسوط انه شايفها مكلمة وبيعبر، لانه طالما عبر عن حاجة فمعناه انه شايفها. في واحد شايفها صرصرة وبيعبر عن ده فمعناه انه شايف. اذا في حاجة موجودة، اختلاف وجهات نظر عنها تعني انها موجودة. وهذا الحوار اللي هم سموه حوار، وحد تاني بيسميه ما يسمى حوار، وحد تالت بيسميه مكلمة، وحد ثالث بيسموه الاستحمار، وحد رابع بيسموه، هو موجود يا جماعه عشان كده انتوا بتسموه. اللي شمر دراعاته وشمر بنطلونه ونزل النهارده عشان يتقال عليه بيبيع او بيشتري او بيعمل او بيتمسح بكلينكس او كذا، هو الوحيد اللي انا متاكد في ضوء ال17 سنين اللي فاتوا واثق في كل الناس اللي كانت موجوده هناك، الناس اللي عرفها يعني مش كل الالافات، ده كان في كتير قوي يعني، مش هثق في مرتضى منصور يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه، لكن كل الناس دي اعتقد انها رايحه وعارفه انه هتتشتم وبتحاول وبتحاول بجد. منهم اللي قضى سنوات من عمره في السجن، اصدقاء مش عايز اقول اسمائهم عشان ما انساش الباقيين، ومنهم يعني خرج من السجن وجاي هنا عشان اصحابه اللي جوه، ومنهم اللي خرج من السجن ومش قادر يجي هنا. لا ده غلط ولا ده غلط، الاثنين عايزين مصر ديمقراطيه وطنيه حره. صحيح. عايزين مصر صاحبه قرار مستقل، صاحبه مستقبل افضل، فيها اقتصاد. احنا مش عايزين بقى ننتج اكلنا ونشرب شربنا، عايزين نسدد ديوننا. صحيح. استاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد عادل سليمان الناشط الحقوقي المعروف، كنت معنا للتعليق على اولى جلسات الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.